بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في رحاب أيام الحج المبارك، وهذه الأيام التي تقربنا من الله دائما. الله في كل زمان ومكان، ولكنه اختص أياما معدودات لها فضلها ولها خصوصيتها، ونحن في هذه الأيام الآن. بداية نبارك لكل الإخوة الكرام، لكل الأساتذة الأفاضل، كل العراقيين، كل المسلمين اللي هم في طريقهم إن شاء الله إلى الحج، نبارك لهم هذه الخطوة العظيمة، ونسأل الله تعالى لهم السلامة والعودة بسلامة وغنيمة إن شاء الله تعالى، وأن يتقبل حجهم وأعمالهم إن شاء الله، ويستجيب دعواتهم، ونبارك لذويهم هذه الفرحة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفقهم لكل خير إن شاء الله تعالى. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. منا ومنكم إن شاء الله سيدنا. بعد إن شاء الله 12 دقيقة من الآن، 13 دقيقة من الآن، راح نكون مع حضرتك مشاهدنا الكريم. بإمكانك أن تتصل وتطرح سؤالك هيئ من الآن، وأنا متأكد الكثير من الأسئلة راح توصلنا عن الحج وتفاصيل الحج، ولكن بشكل عام كل الأسئلة متاحة إن شاء الله لحضراتكم. سيدنا، الناس راح تسأل عن الحج فقهيا. أسأل من حضرتك شيء تتكلم به مبارك يعطي استعداد نفسي لكل إنسان مقبل على هذه الفريضة، تفضلوا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال كلامكم للجماهير على أنه نهنئكم بأن أحد ذويكم يذهب إلى الحج، تهنئتكم إلهم في واقع الحال لفت نظري. نهنئهم على ماذا؟ نهنئهم على أنه سيذهبون إلى مجموعة مناسك ومجموعة أعمال متعبة وشاقة، في بعضها شاقة، وكثير من الأحيان تجد أن بعض الناس مبتعضين يعمل أعمال يقول شو ورطني. في بعض الأحيان لصعوبتها ولضيقها ولمحدودية الحركة في حال الإحرام، فهي في الواقع ليست سفرة نزهة، وأنتم تباركونهم على سفرة هي ليست نزهة وليست على حال نوع من حسب تعبيرنا الاستمتاع، وإنما السفرة هي ليس كبقية السفرات. نعم، سفرة روحية بمعنى الكلمة، كما ينقل الإمام صادق أنه أنهم وفد الله، هم يفدون على الله سبحانه وتعالى. نعم، ورب العالمين وعدهم ووعدهم بكثير من العطايا والكرامات، سأذكر بعضها في أحاديث أهل البيت. يعني تستحق التهنئة سيدنا. من جانب أقول نعم، أنه نحن نهنئهم ليس لأنه سفرة سياحية وسفرة كذائية استجمامية، لا، إنما هي سفرة إلهية بكل معنى الكلمة. نعم، وسفرة معنوية بكل معنى الكلمة. يعني أنتم تدفعون الأموال، تدفعون أغلى ما عندكم وهي على حال الفلوس اللي جمعتوها، ولكن حتى تتعبوا. هذا وين واحد يشوف أنه ندفع فلوس حتى نتعب؟ نعم، لا تكون إلا لطاعة الله، لا تكون إلا للإخلاص لله. هذه السفرة أنا أسميها سفرة العبودية المطلقة. نعم، يعني هناك يعرف الإنسان أنه ما هي قيمته، قيمته أنه عبد من عبيد الله. فتجد البروفيسور الطبيب والجاهل والعالم والأسود والأبيض والكبير والصغير والمسؤول والمرؤوس، وكلهم على وزان واحد. نعم، يفترشون الطرقات ويجلسون في على حال يمشون مع بعض بملابس واحدة، بأحرامات متحدة، لا عمامة لا عقال لا ما أدري ما يميزه أبدا، كلهم حاسري الرأس، كأنه
على حال حشروا يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه المشاهد العظيمة انصافا تعطي نوع من الخشوع والتوجه، وتبين عزة الإسلام أنه واقع الحال مع كل ما في الإسلام في المسلمين من مشاكل. أما هذه المظاهر الإلهية هي مظاهر عظيمة. قرأت رواية عن الإمام ابن منين في فوائد الحج، منها أن يبين الله عزة الإسلام وعزة المسلمين، وهذا مظهر كلهم في مكان واحد يطوفون حول محور واحد وهو الكعبة الشريفة، ويتحركون باتجاه واحد، يرددون هتافا واحدا، وهو عرفة، مزدلفة، منى، مشاعر، كلها هذه في واقع الحال بحد ذاتها تعطي للإنسان أنه كم نحن أقوياء إذا كنا متحدين، كم نحن أقوياء إذا كنا متحابين، وكم نحن أقوياء إذا كنا عباد مخلصين لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله هو اللي يوحد الناس. أما كل واحد يجر النار إلى قرصة، كل واحد يريد يظهر أمره، فتشتت الناس هو الأنانية، تشتت الأمم هي على حال البحث عن السلطة والمال والاستفراد. أما كلنا إذا نكون لله وفي الله وفي طريق الله، سنكون في طريق واحد، والوحدة هي هذه. الحج في واقع الحال مجموعة أعمال قد لا نعرف، يعني ما لا نعرف كنهها. يعني ليش أنا لازم أطوف 7 أو 6 أو 8؟ أسكت. أنت مأمور على أن تقوم بهذا الأمر كما كان إبراهيم الخليل مأمورا ببعض الأمور وهو لا يعرف ما وراءها، حتى إبراهيم عليه السلام. ولذلك مظاهر الحج هي في الواقع أكثرها هي مظاهر إبراهيمية، ونحن نتمثل إبراهيم في بعض أعماله. يعني السعي بين الصفا والمروة، شنو هالسعي بين الصفا والمروة؟ المكان الذي في واقع الحال بحثت هاجر للماء لولدها إسماعيل، وهو يطلب الماء، وهي تركض من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، ومن الصفا إلى المروة، إلى أن الله سبحانه وتعالى جعله يحث بالأرض برجله، وإذا ينفجر بئر زمزم، وصار بئر زمزم ذلك الماء الذي لا زال هو مشافي وبركة للناس. الله سبحانه وتعالى أراد لإبراهيم أن يعمل هذه الأمور. ربي إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بعدين يدعو الله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا الاستهواء وهذا التبريك من عندك والناس الفرحانة اللي طلع اسمه، هذا واقعا استجابة دعاء إبراهيم أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى تلك الديار. نعم. ومع أنها قلت وادي غير ذي زرع وأصبحت خيرات، أي كلها بلا إشكال فيها فضائل وبركات ومعاجز وكرامات الله جعلها في هذه البقعة. لماذا أن أعمل هذه الأعمال؟ رب العالمين يريد منك الطاعة. نعم. رب العالمين يريد منك حسب تعبيرنا التنفيذ. نعم. أن ننفذ وأنت على حال متعبد. إذا غابت الشمس أخرج من هنا، إذا طلعت الشمس قم، إذا زالت الشمس قف، إذا كذا، كل إحنا نتحرك بالأوقات يعني. نعم. ونحن في واقع الحال مأمورون بذلك. شوف أنه إبراهيم الخليل عنده ولد الله رزقه على كبر، إبراهيم الله رزقه على كبر، يعني عمره فوق 80 سنة. اللي أجوا الملائكة اللي رادوا يروحون يعني يعاقبون قوم لوط، مروا عليه ضيف، هم نكرهم انتوا شنو كذا، قال احنا ترى ملكين من الله ونبشرك على حال. هي قالت انه انا عجوز وعقيم وفصكت وجهها، فقالت اني عجوز عقيم، قال رب العالمين اذا يريد يعطي. الله اعطاهم اسماعيل، من اعطاهم اسماعيل وكبر الولد صار عمره 13 14 سنة ما شاء الله يافع ولد. قال
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أمر إلهي أني أذبحك. الولد هم خوش ولد. الولد هم قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سوي اللي تشوفه. فأخذه. الروايات تقول أنه لما أخذه إبراهيم في طريقه إلى أن يذبح المذبح وهو منى، المنى مكان مذبح اللي يسموه محل النحر. نعم. ففي طريقه ظهر له إبليس، يا إبراهيم شو تسوي؟ هذا يضحك عليك، رب العالمين يريد يأذيك كذا. فأراد أن يوسوس له، فإبراهيم يحمل بعض الحصيات ويرميه فيختفي، يمشي بعد ثلاثة ما أدري 200 متر أقل أكثر يظهر له مرة أخرى. فصارت هذه الوسوسة التي قام بها إبليس لإبراهيم في مناطق عديدة الآن هي الجمرات الثلاث. الحجاج لازم شو يسوون؟ يرمون هاي الجمرات، سبع حصيات هذه، سبع حصيات تلك، وسبع حصيات تلك، سبع حصيات. ونقول بسم الله الله أكبر، نتمثل الشيطان أمامنا كيف يقف أمامنا، ولا بد أن نحاربه بطريقة إبراهيمية صحيحة. لا تصير أن هذا الرمي والله من باب أنه فعل كذا، لا، خلي يكون في واقع الحال هناك نوع من التفاعل مع هذه المناسك اللي نأديها. واحد شاف واحد على حال في عالم الرؤية، أنا مو صاحب رؤى وأحلام، بس يقول أنا شفت نفسي في عند الجمرات وأنا أرمي. فيقول طلع لي الشيطان قال له أنت ليش؟ أنت صاحبي، أنت صاحبي، أنت ليش؟ نعم. فقال له الآن واجبي أضربك وبعدين نصافة. أكو بعض الناس إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. نعم. هذا ما يفيد، هذا واقع ما يفيد. ولذلك أنا ما أريد يعني في الواقع ما أريد أنطي حسب تعبيرنا موجات سلبية، ولا أريد أعطي إيحاءات يعني يائسة، ولكن أرجوكم إخواني شوفوا رواية الشبلي. نعم. سامعين بها رواية الشبلي؟ نسمعها من جنابكم سيد. رواية عظيمة وطويلة طبيعة الحال، طويلة. يقول لي أنت لما أحرمت، أحرمت بنية أنه أنت ترفع عنك المحرمات وتنزع عنك ثوب المعاصي وتنزع عنك ثوب الرياء وتنزع عنك ثوب الكذا، مجرد أنزع ثيابي. قال لا والله ما فعلت. قال ما أحرمت ولا لبيت ولا كذا، لما وقفت في عرفات هل أنت عرفت الله هل كذا. الإمام زين العابدين يتكلم مع الشبلي عن معاني الحج الحقيقية. نعم. قال له يا مولانا ما سويت الأشياء. قال ما لبيت ولا وقفت ولا كذا. أنا ما أعطيه شيحة، أقول إحنا علينا أن نسوي الأمور التي هي واجب علينا، بس أقول تعال خلنا نلتفت إلى ما وراء هذه الأعمال. نعم. اسمحوا لي في دقيقتين، في دقيقتين تفضلوا سيدي، أن أبين بعض الروايات حتى أنطي شحنة إيجابية إن شاء الله تعالى. في حديث من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله به، وعرفنا أهل البيت، شوفوا البيت وأهل البيت حق معرفتنا، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا والآخرة. هنيئا لكم. هذا واحد. عن أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت، يعني يكون ممن يتبع ويقصد هذا البيت. ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلا أعطاه، أو سأله آخرة إلا ذخر له منها. فهنيئا لكم مع هذا العطاء اللي راح تحصلونه في ذهابكم إلى هذا المكان المقدس. إخواني مكان مهبط الوحي، مكان مشى فيه رسول الله، مكان مشى فيه أمير المؤمنين وتعامل مع الناس. كل هالأجواء اللي أنتوا فيها تنفس فيها رسول الله، تكلم فيها على حال أولياء الله، فإحنا في جو كله جو مفعم بالإيمان. الرواية عن الإمام باقر الجميلة تقول: معاشر الناس حجوا البيت فما ورده أهل بيت إلا استغنوا. عندنا رواية أنه من حج لم يفتقر، والإنسان يصور أنه جاي يصرف، لا، الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه
بكل درهم صرفه 1000 درهم. ولا تخلفوا إلا افتقروا، اللي يتخلفون عن هذا البيت سيفتقرون. معاشر الناس، ما وقف بالمؤمن بالموقف مؤمن، أي موقف؟ موقف عرفة. نعم. ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته. يعني أنت راح ترجع في واقع الحال صافي من كل ذنب، بشرط التوبة الحقيقية والإخلاص الحقيقي. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون من الحجاج المبرور حجهم والمشكور سعيهم. بلا إشكال هذا الحج كله مشروط بولاية أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. أحسنتم سيدنا. يتطلب الأمر أيضا براءة الذمة من الناس اللي بذمتنا تجاههم حقوق. بلا إشكال، بلا إشكال. أحسنتم سيد. إذن أخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، على بركة الله نبدأ الآن باستقبال مشاركاتكم، أسئلتكم، اتصالاتكم من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بإمكانكم أن تتصلون وتطرحون هذه الأسئلة، ونحن هنا إن شاء الله لننقلها إلى سماحة السيد رشيد الحسيني للإجابة عليها. ما مشروطة تكون الأسئلة عن الحج فقط؟ لا، لك أن تسأل ما تشاء وإن شاء الله تستمع إلى الإجابة على أسئلتك. فعلى بركة الله طبعا وصلتنا أيضا مجموعة من الرسائل الصوتية وأيضا من الرسائل المكتوبة واتصالات هاتفية لدينا. نبدأ بالرسالة الصوتية الأولى نسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. ما هو حكم استخدام آلة الدف في الإنشاد الديني الجماعي لغرض السيطرة على إيقاع الموشحات، باعتبار عدد الفرقة كثير ويصعب الحفاظ على الإيقاع بمجرد التمرين والحفظ؟ للعلم سيدنا، سألت العديد من الأساتذة في الحوزة العلمية وكذلك شخصيات دينية في مكان الأسئلة الشرعية في الحرم الحسين المطهر، كانت الأجوبة مختلفة ولم أحصل على إجابة صريحة إلى الآن. شكرا أخي الكريم، إن شاء الله تسمع الإجابة على هذا التساؤل بعد قليل، بعد دقائق قليلة من الآن. وهذا أيضا سيدنا راح يسحبنا إلى سؤال آخر. نفس هذه الآلات أكو يعني مسجلة إلكترونيا، يعني آلة واحدة تجمع كل هذه الآلات الموسيقية، أيضا يستخدموها بعضهم في الإنشاد الديني وما شاكل. إن شاء الله نسمع إجابتكم عنها. نأخذ مشاركة أخرى، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ شلون صحتك؟ نتمنى تكون بخير. سيدي أنا عندي استفسار فيما يخص والدي. باختصار والدي يعني مشارب للخمر من سنوات، يعني من أنا طفل، وأنا حاليا عمري 39 سنة. وبصراحة يعني خصوصا بالفترة الأخيرة بعد ما أنا تزوجت وصار عندي أطفال وعرفت معنى الأبوة، يعني بديت أتقرب له كل شهوة. لكن هو بعد من يشرب وبهذا العمر، عمره 71 سنة، يعني يفقد وضع فيما يخص عقله وإلى آخره، وما يتصرف بطريقة صحيحة، يفقد عقله حتى لو يشرب يعني مقدار بسيط جدا يفقد عقله. إضافة لأنه أنا والدتي متوفية وهو يعني متزوج. وبصراحة أنا بدي أستفسر عن أنه يعني أنا صار تقريبا شهر ونص ما شايفه ولا متواصل وياه، لأنه يعني ملينا من المشاكل والإشكالات اللي تصير بصراحة بسبب هذا الموضوع وبسبب مواضيع أخرى. وهو من النوع يعني أغلب الأحيان يشرب حتى الظهر وبالليل، فماكو يعني وضع للتفاهم أو وقت للتفاهم وياه. فأنا قررت أنه أسحب إيدي، يعني لأنه ما من الممكن يكون حل هناك للوضع. حتى في مقدار السلام هم صار صعب، حتى مقدار السلام هم صار صعب. فأنا بدي أستفسر عن وضعي يعني الشرعي فيما يخص والدي، رغم أنه الصراحة أنه القلب يتقطع من الداخل أنه هذا وضع. انتهت الرسالة الصوتية. تحياتنا للأخ الكريم والله يعينه ويوفقه. أهم خد تكون سيدنا هاي رسالة للناس اللي عندهم أباء لا هم شاربي خمور وناس مؤمنين وملتزمين، ومع ذلك تشوفها عنده مشكلة ويا أبوه أمور دنيوية، مبتعد عن أبوه. هذا الرجل اللي هو يدري أبوه عاصي يسأل عن طريقة بر. جزاه الله خير، جزاه الله خير. بعدنا نستقبل مشاركات. اتصال من من؟ عباس، تفضل أخويا. تفضل عزيزي عباس. ويانا عباس على الخط، تفقدنا اتصاله. تفضل عباس عزيزي. أوكي يعني توقيت.
هسه يلا بدا صوتك نسمع، عيد لي من البدايه اكون ممتن لحضرتك. دول اهل المخضر اللي يبيعون بالشارع. نعم. يفترون بالاغراض، يعني يا واحد يقدر ينام، لا واحد عنده مكتب، السماعة مع لا يطول، يعني نقدر نحاكيهم، نقدر نمنعهم. بس استفتار مثل. واضح واضح. المتجولون. واضح ان شاء الله. تسمع الجواب أخي الكريم، تحياتي لك وشكرا جزيلا. مكملين وياك مشاهدنا الكريم باستقبال المشاركات والأسئلة والاتصالات والرسائل الصوتية حتى. بعد اتصال أخ عباس، عندنا شنو مشاركة من نسمعها؟ تفضلوا. السلام عليكم، هل يجوز نشر صور بنات غير محجبة على السوشيال ميديا؟ تحياتنا. لا واضحة الرسالة، ماكو داعي للإعادة. تحياتنا الأخت الكريمة وشكرا جزيلا. تسمعين الإجابة إن شاء الله أختي، حياكم الله. عندنا مشاركة أخرى نسمعها. السلام عليكم سيدنا الغالي، حفظك الله ورعاك. سيد أطلب منك النصيحة والإرشاد، إنك ترشدني وتنصحني. سيدنا الغالي، قبل فترة من السنوات صار أكو سوء فهم بيني وبين وحدة من أقربائي من صلة أرحامي. أدى هذا سوء الفهم إلى قطيعة صوت الرحم اللي بيننا، استمرت سنوات. فأني بعد سنوات يعني قلت إنه هاي القطيعة الله ما يقبل بيها، حرام. فرحت أني على مود إنه أرجع صوت الرحم بيننا وأطيب خاطرها. فسيدي تجاوزت علي وقطتني حظر، فحاولت هماتين من رقم ثاني، هماتين حاولت أكلمها، هماتين تجاوزت علي وقطتني حظر. فأنا قلت خلى أودي عليها أخواتي وأخواتها، فدزيت عليها أخواتي وأخواتها وهماتين ما قبلت، إنه خلاص يعني نرجع صوت الرحم اللي بينا وما لداعي يعني هالقطع حاد. بس هي رفضت. فسيد أريد تنصحني، يعني أنا خلاص أتركها أخليها، لو لازم أظل يعني أحاول وياها إلى أن يعني تلين ترجع. تحياتنا للأخت الكريمة وشكرا جزيلا على رسالتها ومشاركتها، شكرا. ونطلب من الأخوة والأخوات الكريمات والأخوة الكرام أنه قدر الإمكان نختصر الوقت في طرح السؤال أو المشكلة أو الاستفسار حتى نستوعب أكبر عدد ممكن من المشتركين. عندنا مشاركة أخرى نسمعها. السلام عليكم سيد، فت سؤال. زوجي دوم دي يتعارك وياي، يعني ما حاسبني أني مرة إلي، كل ما يحكي وياي ويقول لي أنت كلش خدامة بالبيت، يعني وتعبت وأكثر أشياء يعني ما أريد أني أسويها وياي. فكل ما يتعارك وياي أراضي أني، كل ما يتعارك وياي أراضي أني، بس بالأخير تعبت من عندان فقمت أعزل فراشي عنه، هل جائز هذا إلي أم لا؟ فأنا تعبت ومليت يعني من طبعي، ما حاسبني مرة بالبيت، فهل هذا جائز أم لا؟ تحياتنا أختي الكريمة وشكرا جزيلا والله يصلح حالكم إن شاء الله. أبو حيدر تفضل. ألو أبو حيدر تفضل عزيزي، أنت ويانا على الخط. أبو حيدر موجود؟ تفضل أبو حيدر، الصوت ما موجود عندنا. الصوت ما موجود عندنا، ما ادري ما موجود داخل الاستوديو بس لو ما موجود بالبث ما اعرف، بس الصوت ما قاعد يوصلنا. تحياتنا الاخ ابو حيدر، ان شاء الله يعاود الاتصال مره ثانيه يكون الصوت اوضح، وما اعرف اذا كانت هذه المشكله ان شاء الله تتعالج، مشكله بسيطه فنيه. من الان الى ان نستقبل اتصال ابو حيدر مره اخرى ناخذ مشاركه اخرى. تفضلوا. عليكم سيدنا. سيدنا انا طالب كليه وصار عندي امتحان مال نهايه الكورس وغبت بالامتحان، قالوا لي ما تمتحن دور ثاني الا تجيب عذر رسمي، يعني من مستوصف من مستشفى، وانا ما عندي عذر يعني رسمي، كنت نايم يعني ما رحت المستشفى، فيصير اروح اجيبن يعني فد وصل شيء غير التاريخ ماله وانطيلهم على اساس انا بهذا اليوم كنت نايم مستشفى وكنت كم طبيب، يصير لو ما يصير. بس هذا شنو مشكلته سيدنا؟ هذا الرجال نام، راحت عليه نومه يعني.
المسكين هذا وما يرجع إلا يجانب الصواب يعني. صحيح. الله يعينه وإن شاء الله نسمع الإجابة من حضرتك. نأخذ اتصال من أبو حسين، تفضلوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي تحياتي لك وسلامنا للسيد. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. يسمعك السيد. مولاي العزيز، تفضلوا. أكو قول للشيخ الوالي رحمة الله على روحه، هذا الله. هذا اللي استلهم من نهر محمد وعلي والحسين سلام الله عليهم، إن شاء الله أنت على هذا النهج. يقول رجال الدين أصحاب دكاكين، فلا تأخذون بضاعتكم، رجال الدين بضاعتهم فاسدة. يعني بعض رجال الدين مع الأسف يعني أنهم أفكارهم منحرفة، عقائدهم منحرفة، حتى الشعائر الحسينية اليوم نشوفها منحرفة جابوا لنا. بس لحظة بس إذا تسمح لي أنا أعطيك نعم. حرية كاملة بس نعم. إحنا برنامجنا لطرح أسئلة، فعندك سؤال نتشرف بحضرتك وباتصالك وبسؤالك، تفضل. خلي بس أشوف القضية، مو مشكلة. عندك سؤال أو مداخلة أو ملاحظة؟ بس لا تعمم الشعائر الحسينية، لا تعممها. بلي تفضل. سيدنا أنه يأخذون من الثقافة الأوروبية، يعني جاي شوفناهم هذا الراب الأوروبي جاي يستخدمونه. يعني فسؤالك على هذه الطرق الجديدة يعني. اي على هاي الطرق الجديدة سيبوا حتى احنا افكارهم منحرفة، يعني حاسة احنا ناس عاديين. الامام الحسين سلام الله عليه يعني القتلوه قطع طرق لعمر كامل اقتلته عدد جيوشها. الو، واضح جدا يا اخي الكريم ابو حسين، وان شاء الله تسمع الجواب. خلي كمل. ايه سيدنا، فالامام الحسين سلام الله عليه قتلوه قطع طرق ما يعرفونه لعمر كامل قتلته عدد جيوش واعلامها وقتلته، يعني حتى مثلت بي قتل من الحسين مو ثار، يطلبون انه لقتل الاسلام، لقتل رسول الله، لقتل عبد الله. تسمع التعليق ان شاء الله، تسمع التعليق على مشاركتك اخي الكريم ابو حسين. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا. مرات حرقة الدم سيدنا بسبب موضوع يعني يستحق، يعني لانه الموضوع موضوع الانشاد الحسيني بصراحة يستحق فعلا بطرق عديدة وأشياء غريبة عجيبة دخلت في الفترة الأخيرة. نسمع من حضراتكم إن شاء الله الرد، يمكن بعضها مقبول يمكن بعضها مرفوض، إن شاء الله نسمع التفاصيل بعد قليل. تحياتنا للأخ الكريم أبو حسين، شكرا جزيلا. هذا مو جواب، احنا نقول أكو طرق جديدة، وهذه الطرق الجديدة منها مقبول ومنها مرفوض. نسمع إن شاء الله الجواب بعد قليل من سماحة السيد رشيد الحسيني. تمام، نأخذ مشاركة أخرى. أبو حيدر تفضل عزيزي. أنت حبيب قلبي، أنا أشكرك ويحفظك. الله يحفظك عيوني، حياك الله عمرًا وعلمًا. ولسيدنا الكبير الإنسان الذي يعني يتعلم منه الكثير وخاصة في رمضان، سيد رشيد الحسيني دام الله إن شاء الله عمره. الله يسلمك وعلمه بالنيابة عن السيد. بس عندي العفو. تفضل أبو حيدر، تفضل عيوني أنت. العفو، والله عندي مناشدة لو سيدنا العزيز. تفضل. عندنا السيد حمد الله، سيد حمد الله البخاتي الموسوي. نعم. صعوبة الدخول إليه، يعني سمحت لو هاي المناشدة نروح بسياراتنا، تعرف عطلة ناخذ أطفالنا عوائلنا، ممنوع دخول السيارة، ومشي تقريبا 700 متر الدخول عليه. تركي أدعى بها مجال هاي. يعني أنا بالضبط ما أعرف عن شنو قاعد أسولف، إن شاء الله إذا سيد عنده فكرة. مزار هو مختصر مع سيد حمد الله الموسوي البخاتي في بغداد. تحياتنا شكرا جزيلا لك أخي الكريم، ونأمل أنه الأخوة المعنيين والأمر يتابعون هذه التفاصيل. شكرا جزيلا. نأخذ مشاركة أخرى. السلام عليكم سيد، أنا فاطمة. سيد عندي أسئلة. أول سؤال سيد، أمي مرأة كبيرة وأبوي، يصير أصلي نيابة عنهم، نيابة يعني الصلاة المستحبة مو الواجبة، يصير أستغفر عنهم مثلا بالنيابة، يصير أصليهم صلاة مستحبة بها ثواب، هم كبار ما يقدرون يصلون، يعني يصير هذا الشيء. وثاني سؤال سيد، لقيت لي رصيد جايني على تليفوني وبالخمسة وما أعرف منين جايني، بحثت عنه على الرقم ما لقيت أي شيء. وثالث سؤال سيد، مكرم السامع، عندي هناك رياضية بالبيت كتلت من عند واحد خمو حرام علي، مشكور سيد. تحياتنا الأخت الكريمة، أعتقد هذه المشاركة استقبلناها بالحلقة الماضية وتمت الإجابة على الأسئلة ثلاثتهن، ولكن لا بأس بالتذكير وإعادة الإجابة إن شاء الله تعالى. الأخت أم فاطمة، هذه الأسئلة الثلاثة تذكرهن سيدنا. بادي أي نعم. نأخذ مشاركة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سدد الله خطاكم إن شاء الله تعالى. سيد، إحنا طالبات إعدادية سادس إعدادي ودارسين حوزة في مدرسة العقيلة زينب الكبرى عليه السلام، إذا تعرفوها إن شاء الله. فتحنا مصلى في المدرسة لأن بعض الأيام يكون الدوام ظهري في وقت صلاة الظهر. مكان نظيف مثل الترك، فاستخدمنا مصلى وفراش مصليات وما شابه ذلك من بعد إذن الإدارة وافقت المديرة. لكن سيد هواي أخطاء جاي تصير واستخفاف في الصلاة وعدم الحشمة في الصلاة من بعض الطالبات، وما نقدر يعني نقولهم يعني بسبب أسلوبهم، ويعني يظلوا يحجون علينا وما يتقبلوننا أصلا. والإدارة هم قالت يعني لا ترحون زايد، فإحنا هذا الشيء نشوفه ونسكت. بس سيد يعني نتأذى، نشوف أخطاء، نتأذى حيل من بعض، يعني من البعض. سؤالي، هل علينا إثم لأن ما حكينا وما نصحنا؟ وسيد يعني إحنا ما تكلمنا بهذا الشيء حتى ضبطنا الصلاة تماما، وإن شاء الله يعني ما بيها نقص. يعني هل إحنا يعني قصرنا بهذا الجانب؟ والله من المشاركات اللي تفرح القلب يا سيد. أكو لحد الآن طلاب وطالبات بهذا هاي المرحلة العمرية عندهم هذا الهم وبهاي حرقة القلب. جزاه الله خير. بلي، الله يحفظهم إن شاء الله. أم علي، تفضلي. أم علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيد، شلونكم؟ أنا قبل فترة، قبل أسبوعين، خبرت على مود هذا شو اسمه التلفزيون، أصلهم وأخلي على العقيلة، أخلي على الفرات نبات، على السيد أخلي. نعم. أخلي على كربلاء، على القرآن أخلي. نعم. وخليه بس صورة. جوابك السيد، ما سمعت الجواب؟ إيه لا، ما سمعت الجواب، بس أنا أريد أستفسر هاي صلاة الجنكة خليه مفتوح، همي أثر هم هاي. زين، خاف السيد يجاوبك اليوم مهمة سمعينا يا أم علي. شلون أقول لك سيدي، سيدني وجواب الثاني. أنا أصلي مبدلة مفاصلي. نعم. جاي عندي طبلة، ما مو طبلة هاي خشب، هاي الخشب ما أقدر أضايق من أكل. عندي طبلة هيك أدفعها برجلي نوبات بيدي، هاي العالية مثل شلون هاي هيك العالية. نعم. والكرسي وأظل قاعدة، بس أنا أقوم وأقعد وأصلي وكله واقفة. شنو حكمها؟ يعني وقوفا وأنا... لو أنت قاعدة تصلين أم علي. لا لا، كله وقوف. أمشي أنا، أمشي معي شي مو مبدلة مفاصل. وهاي الطاولة شنو اللي تحشين عنها؟ هاي الطاولة مثل النايلون بس شوية عالية. ومني اريد اقوم انا شويه بعتها لو برجلي او بايدي. واضح. من بيه اشكال، وهذا رجعنا كان يخلي التلفزيون مشعول، هسه قام ما يخليه. قلت له سيدي يقول هيك وهيك، فاين شو اسمه. ان شاء الله تسمعين الجواب يا ام علي. شكرا جزيلا. الجواب اريد فدوه، يطيل عافيه سيدي، طول عمره، ان شاء الله يوفقه. الله يحفظك، يعطيش العافيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من المشاركات اخواني الكرام، ونبدأ على بركة الله بالإجابة على هذه الأسئلة. السلام عليكم مرة أخرى سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سيدنا، الرسالة الأولى من أحد الأخوة، رسالة صوتية، كانت عن استخدام آلة الدف في الإنشاد الديني لضبط الإيقاع أثناء التدريب والتمرين والحفظ. في واقع الحال الجناب الأخ يقول أنا سألت في العتبات وكذا والعلماء. نعم. وما حصل شيء، يعني المشكلة اختلاف الفقهاء في هالمسألة. نعم. الفقهاء مختلفون اختلافا كبيرا، بعضهم يجوزون وبعضهم يقولوا أن هذا جائز ليلة الزفاف. ليلة الزفاف أن تزف العروس إلى زوجها، فيجوز الدف والعليحال والمزامير وما إلى ذلك ليلة الزفاف. كل الآلات الموسيقية سيدنا يعني يحددوها على أنها لا يكون كلام باطل، يعني حتى الأغنية لا تكون كلام باطل، كلام طيب، لا تزف بعضهم هكذا. سمحت السيد كل هذا ما يقبله. نعم. سمحت السيد السيستاني كل هذا ما يقبله، ويعتبر أن هذا الأمر استعمال الدف والطبل وما إلى ذلك فيما يرتبط بمسائل الغناء فيه إشكال ويستشكل. ونعم، ضرب الطبل الدف إلى حكم خاص سيد ما يقبله، أما الطبل وما إلى ذلك فيما يرتبط بحسب تعبيرنا الموسيقى العسكرية أو المنش العسكري إن صح التعبير، أو العزاء الحسيني أو العزاء الرسمي،
هذا لا إشكال فيه، لأن الطبل تحديدا سيدنا، طبل والبوق، مزامير البوق، نعم. البوق وما إلى ذلك، أنه حسب تعبيرنا هي ضمن تحشيد ودفع واستثارة المقاتلين ويعني تشجيعهم على القتال، هذا ما في إشكال. فالموسيقى العسكرية والأنشودة الوطنية وما إلى ذلك، ولكن سماح السيد يقول على أنه لا تكون هناك استعمالات وعلى حال كلام فيه باطل أو فيه إغراء أو فيه إثارة. طيب سيد، هذا كله سواء كان الجهاز بعينه أو الكتروني، اثنين سماح السيد يقول ماكو فرق بين أن يكون الجهاز بعينه أو حسب تعبيرنا المسجل أو الإلكترونيين مسوين. نعم. رسالة أخرى سيدنا من أحد الأخوان سمعتها حضرتك، والدة يعني شارب للخمر ويقول عمره 71 سنة وصارت مشاكل كثيرة، صار شهر ونص يقول أنا تاركه لأنه بعد أيست ما أقدر أنصحى وأساعده، ويقول المشكلة أنه يشرب بأوقات كثيرة بحيث حتى ما أكو وقت يصحى بي أتفاهم وياه، يعني ما أكو مجال للتفاهم. فنصيحتكم سيدنا لهذا الولد حبيبي، هو يقول ما أريد أني يعني أعق أبوي وهو بهذا الحال. لا أنت ما عاق، هو عاقك الأب الذي هو خرج عن الطريق، هو الذي خرج عن الآداب، خرج عن التكاليف والأحكام، هو الذي عق نفسه وعق غيره. أنت إنسان على حال تريد مصلحته وتريد احترامه وتريد أن تكسبه إلى الجنة، بس هو على حال سقط في منزلق الإدمان. أيها الشباب، أيها الأحبة، لا تقول أنه سيدنا في يومين ثلاثة وبعدين أرجع مرة مرتين وبعدين كذا. ترى الإدمان إذا صار بالنسبة للإنسان مو بس الخمر، لا، الإدمان حالة، إن شاء الله إذا صار وقت في يوم الأيام نتكلم عن الإدمان ومناشئه وأسبابه وعلاجات، شلون أنا أقدر أعالج هذا الإدمان. الإدمان هو التعود والتكرر في شيء اللي في النهاية الإنسان يفقد إرادته، ما عنده إرادة. وما مرتبط هذا بس بالخمر، حتى القمار، لعب القمار، يروح يدائن يلعب قمار، حتى في استعمال المخدرات، حتى فيما يرتبط بالقضايا الأخلاقية، قد هو في الواقع يسقط في عمل أخلاقي غلط بعدين يدمن عليه ما يقدر يتركه، يصير عنده شذوذ جنسي. هذه كلها يشير إليها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يقول الخير عادة والشر عادة، فتعودوا الخير يرحمكم الله. لنعود أنفسنا على الغلط، لأنه إذا تعودنا على الغلط هذه نتيجته، عمره فوق 70 بس يعقر بالخمر وما يقدر أن يترك الخمر ودائما مخمور، هذا شلون راح يحشر، شلون راح يبعث يوم القيامة، الله أعلم، ما أدري. ولكن حسب الروايات اللي عندنا، الخمار والمخمور والذين يستعملوا الخمر لهم عقاب وعذاب شديد جدا، واقع هذا. ولكن للأسف مستخفين به بالعراق، والله يشرب، يلا فلان يشرب، خش يسوي يشرب، لا، عمل جدا عظيم وكبير وهتك لحرمة الله سبحانه وتعالى. أنت ابني ما عليك شيء، أنت الديت اللي عليك، والله يعطيك العافية، دير بالك على أولادك، دير بالك على نفسك، دير بالك على أخوتك، لا تحاولوا أن تكونوا متأسين بوالدك لأنه ليس أسوة صالحة. يستمر بالقطيعة سيدنا، يقول أنا صار لي شهر ونص تارك يعني شنو يعني، السلام عليك، عليكم السلام، ما في مشكلة، سلم عليه، يقول بسبب مشاكل هواية يعني علي حال، ولو بالتليفون سلم عليه، لا بأس. الأخ عباس سيدنا يسأل على الباعة المتجولين اللي عندهم مكبرات صوت ويزعجون، هو حسب التعبيرة يزعجون أهل البيوت المنطقة، يعني يقول يصير نمنعهم. طبيعي يعني هذا حقي، أنا حقي في البيت ونايمين وعندي عجوز وعندي كبير وعندي طفل، وهذا يجي سماعة كبيرة مثلا ما أدري تصليح كذا أو ما أدري إيش، أو بطبخ خربان، ما أدري سبلت خربان، ما أدري إيش، هذا بهالطريقة مو صحيح. يعني أول كان يخلون فرد يعني صوت خافت أو شيء من هذا القبيل، هذا النوع من الإسفاف في إزعاج الناس هذا غير صحيح. نعم على المختارين المحلة هم اللي لابد أنه يمنعون، يقول يا جماعة هذا الحي لا تدخله، وإذا تدخله سماعتك تكون بطريقة أو بموسيقى معينة أو ما أعرف
بلحن معين، وهذا ممكن. أنا سامع في بعض البلاد أكو فد لحن معين يجي يعرفون هذا بيع كذا أو، ولكن بشكل غير مقرف، يعني صوت مزعج وتكرر غير عليه حال غير مرتب، في النهاية لا. إزعاج الناس غير صحيح وفيه إشكال شرعي. طيب سيد، ما أنه صار الحديث عن إزعاج الناس بالصوت العالي، يعني يا ريت من حضرتك ولو دقيقة واحدة تحكي عن موضوع أنا متأكد هواي الناس يتمنون تحكي به. بلكي لا سيدنا لا، بلكي يصير هذا مقطع ينتشر على السوشيال ميديا. أكو ناس سيدنا يتقصدون بسياراتهم يخلون مكبرات صوت لأصوات المحركات، بعضهم بالدراجات يربكون حركة السير، المرضى يتأذون أذية كبيرة جدا لكل مستخدمي الطريق. في واقع الحال هذا أنا متكلم عن في حتى على مستوى الزفة، الزفة اللي تخل في النظام العام والسير العام، أو الماطورات يخلون فيها بعض الأصوات اللي تضاعف صوت الصالنصة، هذا فيه إشكال شرعي، إيذاء الناس، إيذاء المؤمنين. لو أنقل لكم بعض الروايات والله العظيم يعني شعر جسمك يقشعر. يعني عندنا رواية أنه إذا أخفت مؤمنا، أخفت مؤمنا ولو بشوك، شوك تخوف بس يخاف، كم لك من أو كم عليك من الوزر والعذاب يوم القيامة. إخافة الناس، إيذاء الناس، وجعل الناس مفزوعين بهالطريقة، هذه يعملوها بعض الشباب الشلل اللي يسميه الطائشة. هذه على القوى الآن، على الأخوة المسؤولين، على النظام العام، الشرطة، هؤلاء لابد أن يصادروا واقع، يصادروا وسائلهم هذه، سواء كانت ماطورات أو كانت سيارات، يصادروها، أو أنه عقابات شديدة حتى يمنعون من هذا يسموه الاستهتار بالنظام العام. أحسنتم سيدنا، موفقين إن شاء الله. أحد الأخوات أرسلت رسالة صوتية مثل ما سمعتوها تسأل عن نشر صور حسب ادعائها بنات غير محجبة عبر الإنترنت، عبر السوشيال ميديا. في واقع الحال يعني الصور الغير المحجبات إذا هن غير محجبات، يعني هن سفور، فما في إشكال، يعني هن سفور، هي واحدة مذيعة سافر ونشر صورتها، هذا ما في إشكال من ناحية أنه هتكة، هي مهتوكة، يعني هي تريد نفسها الشكل. أما واحدة محجبة وصورة خاصة تبثيها أو تنشريها، لا يجوز ذلك البتة، لا يجوز ذلك قطعا، لأنه في الواقع نوع من هتك الناس، هتك أستارهم وهتك حجابهم، لأنه من شأنهم محجبين. أما إذا لا ممثلين وممثلات وكذا نشرها ما في إشكال، أما الكلام لماذا تنشر؟ نعم، راح يصير تساؤل لماذا تنشر؟ إذا كان لترويج الفساد فأنت آثم، إذا كان لترويج السفور وترويج كذا أنت على حال محاسب يوم القيامة. فلا بد الإنسان أن تكون تصرفاته في النشر وفي على حال واستعمال وسائل التواصل لا بد يكون هادف بعيد عن المعصية وبعيد عن الإثارة. سيد حتى ما يصير لبس عند بعض الأخوان، نشر الصور لغير المحجبات بحد ذاته ما بإشكال، ولكن البعض عباله يعني حتى صور المتهتكات، الصور الشبه العالية، لا لا لا، لا يجوز ذلك. قلت لا. أنه هذا في واقع الحال فيه نوع من إشاعة الفاحش. أحسنتم. إحدى الأخوات سيدنا برسالة صوتية تقول قبل سنوات صار سوء فهم بين واحدة بيني وبين واحدة من أقاربي، صارت قطيعة. بعد سنوات حاولت أرجع صلة الرحم مرة مرتين ثلاث مرات وهي ترفض، فأنا شنو اللي أقدر أسوي؟ ما ذكرت الأخت من محاولات لإرجاع العلاقة تكفي، تكفي للحفاظ على كرامتها وعلى شخصيتها، وما يجوز الإنسان أن يذل نفسه. إذا شوفي نفسك أنت جاذلين نفسك بطريقة ما لها داعي، فأنت على حال أديتي الذي عليك، ورب العالمين هو يعلم بالأمور ويعرف القضايا، فليس بالضرورة أن تقبل اعتذارك الطرف الآخر، فأنت على حال من هذه الجهة كوني مرتاحة البال. إحدى الأخوات سيد تقول زوجي يتعارك وياي ودائما يقول لي أنت مجرد خدامة بالبيت، وتقول دائما يعني مشاكل وما يعاملني كامرأة، تقول اضطريت أعزل فراشي عنه، هل علي حرام في هذا؟
شوفوا في الواقع قضية الفراش الليلي أو الفراش عموما الزوجي، هذا الفراش لابد يكون فيه نوع من الاحترام والمحبة والإثارة أما طول النهار هو يعتبرها حقيرة وفقيرة وعبدة وما أدري منتهكة مهانة، بعدين يجي يريد يتقرب، شنو التقرب هذا؟ فيصير حالة من النفرة، والنفرة سببها سوء التصرف، سوء العشرة مع زوجته. نعم. هنا في واقع الحال إذا كانت سوء العشرة مع الزوجة يجر الزوجة على أن تعزل نفسها، هذا لابد الزوج أن ماذا؟ أن يحاسب أنه أنت ليش تتعامل معها بالطريقة. نعم. هي تقول أنا شون أنطي من نفسي وأمكن نفسي، هو إنسان يذلني ويهيني ويضربني قدام أولادي وقدام الآخرين، حالة من النفرة سرعتها. فلا بد أن ماذا؟ أن نجد الطرف الآخر إذا كان واقعا هو مقصر، فلا بد أن ماذا؟ يوقف عند حده. أما الأخت هي معذورة إذا كانت هناك إهانات بهذا النوع، هي معذورة من هذه الجهة. طيب أحد الأخوة سيد واقع بمشكلة، طالب أيضا شارك ويانا، طالب كلية بسبب أنه كان نايم راح عليه الامتحان، والآن ما يمتحنوا دور ثاني إلا يكذب، إلا يقول أنا كنت مريض ويجيب عذر طبي. شوف حبيبي ابني الكريم، شوف بعض الأخطاء في الحياة يعني حسب تعبيرنا مهلكة، مهلكة يعني خطيرة. أنت لما تخطأ خطأ اللي نسميه إحنا خطأ، شو يسموه أنتو؟ خطأ شاطر، ما أدري شو يسموه، غلطة الشاطر. هذه الغلطة في الواقع ثمنها غالي، ثمنها غالي. يوم الأيام واحد كان يلعب مسدس، ما يلعب كذا، وأطلقت وضرب ابنه قتله. هسه الآن شو يسوي؟ يبكي يضرب على رأسه؟ هذا استعمال وتصرف غلط، والغلط لازم يتحمله صاحب الغلط. واضح ابني؟ أنت عندك امتحان، امتحان أساسي، امتحان كذا، وتعرف أنه قوانين امتحان، تخلي رأسك وتنام؟ أنت أصلا ما لازم يجيك النوم، شون جاك النوم؟ واقع يعني. فأنت خطأان وأنت غلطان، تتحمل غلطك. أما تريد هذا الغلط تصلح بكذب، وتريد هذا الغلط تتلافى بتزوير، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، وإنما هو كذب، فلابد أن تتحمل الغلط الذي وقعت فيه. سيدنا مرات هم سهرانين يدرسون ويقرون وتأخذ عينه بالأخير ويروح عليه. يا حبيبي لا أعرف تفاصيل هاي الأمور غير أنه التزوير والكذب. نعم. كذا هذا لا يجوز. نعم. بس واحد يقول يا أبي ترى أنا أتحمل الذنب، أنا أتحمل الذنب، بس هذا بعد هو وربه، أنا لست في هذا. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو حسين تحدث عن طرق جديدة في الإنشاد الحسيني، منها ما هو وصف خفيف قريب من الطرب، تعليقكم على هذا الحال سيد؟ كان يقصد الأخ وكلامه جيد، اللي أخ يقصد أنه بعض المعممين الآن باسم الدين وباسم الإسلام باسم التشيع يسيئون إلى التشيع والدين والإسلام بشعارات غلط، بتصرفات غلط، بكلمات جدا خطيرة. يعني جالس واحد في لندن عدة فضائية ويتكلم باسم الدين وعمامته وكذا، يسب في المراجع، يسب في المقدسات. نعم. ينتهك الشخصيات، يسأل عن شخصيات مهمة. نعم. هو ينتهكها، يكفرها، يسقطها. نعم. هؤلاء في واقع الحال لابد إنسان أن يتجنبهم، وهؤلاء شياطين بلباس الدين. ماذا عن طرق الإنشاد سيد؟ أما هذا الراب ما راب، أبشرك اللي كانوا يسوون راب ما راب الآن هم تركوا تشيع، والآن يدعون لهدم قبور أئمتنا. أي نعم، ذول أهل الراب اللي تسمع عنهم، ذول بعد عافوا الراب، قاموا يشككون أن علي بن أبي طالب في النجف لولا، والآن يدعون إلى هدم القبور. الحمد لله صاروا يتابعين لابن تيمية ويرفعون شعار ابن تيمية، أن ابن تيمية شيخ الإسلام. الراب شنو عفوا سيدنا؟ ما الراب الحسيني. الراب الحسيني شنو؟ الموسيقى الراب، الراب الأمريكي، الموسيقى الراب اللي هي الأغنية السريعة. نعم. الحركة. نعم. هم سووا بشكل. نعم. إسلامي أو حسيني، وقاموا يضربون على حال مقدساتنا بهالشكل. اللهم خذلهم، خرجوا عن المذهب، والآن هم يتبعون ابن تيمية وصاحبهم على حال يدعمهم في هذا الاتجاه، والله إن شاء الله تعالى يوم على يوم يفضحهم أكثر.
الأخ أبو حيدر، أبو حيدر لا كانت مناشدة هيك الحكومة، عندنا نصف دقيقة أو أقل. أم فاطمة جاوبنا عليها، طالبات الإعدادية اللي تقول أكو أخطاء بالصلاة وإحنا مشرفين على المصلى. بابا أنت بنتي مثل ما قلت لك المديرة لا تروح من زايد، يعني شنو؟ خلوا أنت لوحة إعلانات، اكتبوا المسائل الشرعية، اكتبوا القضايا اللي يشوفوها غلط، استفتاءات، نصائح، كذا، لا يصير حالة اصطدام، لا تصطدموا مع الأخريات. الاصطدام غلط، أنتوا كونوا إيجابيين وكونوا إيجابيات في تنظيف المكان وترتيبه وتعطيره ووضع الكتب، وضع المستلزمات، وضع ما أدري البروشورات حتى يتعلموا، وبالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسنتم سيدنا. أم علي سيد، موضوع الصلاة والتلفزيون عالي تقول بالنسبة للي ما مضى الصلوات الماضية ما في إشكال إن شاء الله تعالى، تمام، بالنسبة لصلاتها وأكو طاولة شوية مرتفعة عن الأرض ما في إشكال حجية تحركيها، ما أدري كذا، ما دام صلاتك أنت قائمة لا إشكال في حركة هذه الطاولات. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، ونسأل الله يتقبل منك صالح الأعمال. إلهي آمين، جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم، إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى القبول منا ومنكم، ونحن سوف لن ننسى الإخوة المشاهدين والمتابعين والمتواصلين مع البرنامج من الدعاء إن شاء الله تعالى في مكة المكرمة والمدينة المنورة عند قبر رسول الله وعند قبر أئمة البقيع، إن شاء الله ما أنساكم من الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل فرج صاحب العصر والزمان. اللهم آمين، نسألكم الدعاء أيضا سيدنا، وهذا يعني أن البرنامج سيتوقف خلال موسم الأيام القليلة المقبلة، موسم الحج، وبعدها نعود إن شاء الله في خير وسلامة وعافية. شكرا لطيب المتابعة، لنا لقاء إن شاء الله في حينها، لا تنسونا من دعائكم في رعاية الله وحفظه.